لبيت الحزيم. اي نعم لبيت في منى ان شاء الله. وياك. حدثني عن نفسك يا نايف. انا نايف عوض الحزيمي العتيبي، شاعر احب الشعر والحمد لله عليه، احب الاخوه واعشق الاخوه. فقط؟ لا والله فيها اشياء كثير. شاعر يا نايف. لكن اي نعم. طيب السؤال المعهود، ليش اتجهت للبرامج الواقعية؟ ارفع صوتك الله يعطيك العافية. ليش اتجهت للبرامج الواقعية؟ والله أول شيء أنا عندي موهبة اللي هي الشعر، وأحس إني مسؤول عن الشيء ذا، أحس إنها ذمة، عندي شيء حابة أوصله للجميع. ثانياً أحس إني واقعي بزيادة. ما شاء الله. الله يجزاك. تحس إنك واقعي؟ أنا ما أقدر أقول إني واقعي كذا بيقول شايف نفسه ولا، لكن من تواضع الله رفعه. تحس يعني تقيم نفسك من الحين؟ ما أقيم نفسي، أنا أقول إحساس فقط. بصفة إني شاعر. نايف إيش دخل التواضع في إنك تدعي إنك واقعي؟ بصفة إني شاعر لازم أكون إحساسي هو اللي ترجم كل شيء، سواء شاعر أو شخص أي شخص. ما لا نايف ركز ركز ركز. سم لبي. ريح شوي. سم. مرتاح؟ الحمد لله. طيب واضح. نايف سألتك سؤال. سم. قلت أنت أحس إني واقعي. إيه. قلت تحس، قلت أنت أنا أتواضع، إيش دخل التواضع في الواقع؟ أقول أنا إنسان واقعي. أنا أقدر، شوف أقدر أقول طال عمرك إني واقعي وبزيادة حلو، لكن أنا ما أحب إني أضخم الأمور وأبالغ، بالعكس أنا إنسان بسيط جدا. يعني طيب نايف، أي شخص واقعي تجده أنها صفة عظيمة ومن يتصف بها يكون متكبر؟ أنت تقول من تواضع لله ربع. لا ما هي بعندك، أنا أتكلمك عن نفسي أنا. أنا أكلمك أنا اللي مبادئ واللي شيء يمشي عليه عن نفسي. هذا أنا. سواء بكلامي وبتصرفاتي. هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. طيب نايف، سؤالك الله يعين. نايف ليش اخترت سكريبت؟ للأمانة بالضبط سكريبت في هذا الوقت يا نايف. للأمانة أنا قطعت وعد على والدتي أني راح أشارك، جالس أنا وياها عند قهوة تحب قناة الواقع مرة، وعدتها وحنا جالسين قلت بإذن الله أنك راح تشوفيني معهم. الآن حققت حلم أمي وباقي إن شاء الله أكمل المشوار. الله يحفظها لك يخليها. مسي عليها بالخير وصب عليها بالخير. الله يخليها لك. نايف بدايتك الشعرية. إيه نعم. أو خلنا نقول قبل بدايتك الشعرية، تاريخ العائلة الشعرية. إيه نعم. أنت الوالد شاعر، الأعمام، ولا الخوار. أنت اللي طلعت من العائلة فقط؟ كيف طلعت من العائلة؟ يعني أنت الشاعر الوحيد. لا كلهم شعار، لكن أنا أبحث عن الشيء اللي وصله، سواء هم كانوا متفرغين أو غير متفرغين. أنا الآن تفرغت، جاي يقدم الشيء. شعرية موجودة أولا وأخيرا سواء عندي أو عندهم، هم طيب مني في كل شيء. تحمس ما شاء الله. طيب لا لا بدايتك الشعرية يا نايف. سم. بدايتي للأمانة عمري 10 سنوات، كتبت أول قصيدة ما أعرف عن أي شيء عن الشعر، لا بحور لا وزن لا قافية، كتبتها بالأذن الموسيقية اللي عندي أو الجرس الموسيقي اللي عندي. كنت فخور ولازلت أتذكر، كنت أتوقع في أول متوسط أو شيء زي كذا، رحت المعلمي قلت عندي قصيدة كاتبها، ناظر فيها قال نايف في كسر واحد. أنا كنت أصلاً حاس إنك كسر، قلت والله أني حاس، فكان إحساسي في ذاك الوقت وأنا في هالسن شيء جميل. طيب أنت تقول العائلة الشعرية، الوالد، الأعمام، الخوال، ليش تعديت العائلة ورحت للمعلم؟ ما هو استنقاص في المعلم، لكن ليش ما رجعت للأب على طول؟ صحيح كلامك صحيح. شوف كانت هي في وقتها في واحد من زملائي معي في الصف، وكانت حديثة كتابة، هو كان أقرب واحد. تذكرها؟ لا والله ما أذكرها. تذكر أتمنى والله الكسر أتمنى. تذكر اللي كان موجود؟ لا الكسر كان جبر لي إلى الحين. حبيت الإجابة. شلائف. طيب نايف السؤال اللي ما أظن ما في شاعر ما سؤله. سم روتي يعني سؤال. طيب الأهم، هل هو الشاعر أم المنشد؟ لولا الكلام لما وجد الصوت. يعني إسقاطه في حق المنشدين. ما هي إسقاطه، حنا نتكلم بالعقل والناس فاهمة كلها، ما بي أحد في الوقت الحالي غبي. طيب أخويات المنشدين يا نايف. كلها الله كلهم على عين والرأس، لكن أقول أنت بتصنيف. يعني لولا الله، لولا الله ثم أنت ما وجدوا. عن عائشة أن رسول الله قال انزل الناس منازلهم،
الشعر ثم الصوت، الناس كلها عارفه، ما يحتاج حتى سؤالك روتيني، قلت من البدايه يعني الناس كلها عارفه. طيب ابي اخذ وجهه نظرك. طيب كلنا نخدم بعضنا، اذا كان الخدمه كلنا نخدم بعضنا. ما هو انت اللي تقيم سؤالي تقول روتيني او ما هو روتيني؟ انا اسال. انت تقول، انت تقول في البدايه تقول سؤالك. طيب انا اسالك كل شاعر. انا اسالك انت تجيب خلاص. سم لبيه. انت الان تقول لولا الشعر لما وجد، لولا الكلام لما وجد الصوت. اي ما شاء الله، واضح واثق من اجابتك. طيب تسقط في حق المرشدين، يعني الان لولا الشعر او لولا الله ثم نايف الحزيمي وامثاله من الشعراء ما وجد المرشدين. انضمامك او ضميت اسمي للشعراء شيء جميل صراحه، لاني انت تدعي ذلك، انت تقولها قبل شوي، ما هو انا اللي اضمك. صح، لا بس منك حلوه ترى. اي انا بناء على كلامك ولا ما اقيم كلام حبيبي. نرجع لسؤالنا اللي هو المرشدين. لا والله صدق الشاعر الكلام، وش تبغى الشاعر؟ الملالاه هذه ليلي ليلي ليلي، هي من وين وجدت اصلا؟ من وين وجدت تعرف؟ كيف يعني؟ ما فهمت. لا ما اعرف، علمني. هو هذه عن المنشدين سؤال، يعني جواب للمنشدين. طبعا هي الملالاه هذه من بدايه ليلى وسالفتها، كانت نغمه حزن فقط لا غير، ذلك بدت بالملالاه. ايش دخلها بالسالفه؟ طيب أنا أقول لك سؤال عن المنشدين، أنا جاوبت عن الشعراء وجاوبت عن المنشدين. يعني ما زلت تقول إن الشاعر أهم من المنشد؟ نعم صح، كل الناس عارف، أنت لا تحاول إنك تكبرها. طيب خلاص أنا أنتظر منك الإجابة. سم. نعم أنا نعم. ما أحاول أسوي كلهم على العين والرأس ومكملين بعضهم. يعني تسحب إجابتك اللي قلت؟ لا ما أسحب، لا لا أنا أضرب الاثنين سوا، سؤالين والجواب إلها جواب، أنت بتروح تفرق أجوبتي؟ لا ما أسمح لك. أسألك سؤال جاوب عليه للمرة الأخيرة. سم. ولا أحسبك متناقض؟ سم. لا ماذا لا. ما هو الأهم، الشعر أو الإنشاد؟ جاوبني. لا. إجابة صريحة يا رجل، الشعر أهم، لأن هو لو خلاص. الشعر خلاص. ما وجد هذا، لكن وصلت الإجابة بعض. وصلت الإجابة، جزاك الله خير. نايف جاي دور الشهرة؟ ما دور الشهرة، أنا عندي شيء أقدمه، فيش مشهور فارغ وفي مشهور عندي شيء أقدمه، بالعكس أنا اللي أقدمه الشعر، والشعر شيء مشرف. يعني دور الشهرة، الشعر شيء مشرف يا رجل، كل يعني يتمنى إنه يكون شاعر. أنا أقول أكلمك صدق، في ناس يتمنى هالشيء، فالحمد لله رزقني هالشيء الله، أنا حاب أوصل هالناس، وأكيد بدون شهرة ما راح يوصل الكلام اللي أنا أقوله. طيب في تغريدة من تغريداتك يا نايف، ها، في وقت ما أسقطت على جميع المشاهير ولا خصصت المشاهير بحد ذاتهم، قلت أن المشاهير يغتنون من الجماهير، احذروا أيها الجماهير أن تتبعوهم. والآن نايف يشارك في سكريبت موجودة. موجودة. شكلت؟ أسقط بالنص بالحرف الواحد ريتويت تنقل المشاهير بشكل عام ولا خصصت أحد، وتقول إنهم يبتغون من وراء الجمهور، ابتعدوا عنهم ولا تصبحوا أغبياء. طيب يغتنوا من وراهم. طيب شوف، أنا أتمنى أنك تعرضونها تغريدة، وإذا كانت موجودة فعلا، أنا إنسان إنسى طبعا، لكن بجاوب عليها في نفس الوقت. إذا كانت هي فهي نفس ما قلت، يعني في فترة سابقة يمكن او اكيد انها حصلت، وانا عارف هالشيء حصل قبل، في ناس قامت يعني اكتشفوا الجمهور ان بعض المشاهير قاموا يكذبون عليهم. انا ما تكلمت الى 10 سنوات قدام لاني ما ادري ايش اللي بيصير قدام، لكن تكلمت في ذيك الفتره ان هالشيء حاصل. احذروا يا اخي، بالعكس يعني متناقض، شيء جميل. سم تناقض الان، انت تقول في وقت قديم، يعني انا قلت في وقت قديم، يعني دور الشهره، انت جاي تدور الشهره. صح، بس انا ما اضحك على الناس، انا وجهي واحد. طيب قبل شوي ظهور الرياجيل، انا جاي هالحين قبل شوي تقول ما ادور الشهره. اسمعني الله يطول بعمرك، قبل شوي انا جاي هالحين بذراعي، نايف نايف ما جيت ادور من ورا نايف، قبل شوي تقول ادور الشهره، والحين تقول لا ما ادور الشهره. يا رجل انا اقول لك شهره. طيب اسمعني، اثبت على اجابه. طيب خلاص خلاص اسمع اسمع، كاني ما سالت حقه المشاهير عشان ما تزعل. لا والله ما زعلت، بالعكس رديت اي، انا اخاف من زعلك يا نايف. لا والله يا عقل. طيب نايف من الاخير، جاي تدور الشهره ولا لا؟ جاوبني إجابة صريحة وجريئة، لا تقول أنا شاعر وأريد أن أوصل رسالة عظيمة إن الشعر يبتغي وراء، لا جاوبني إجابة صريحة وجريئة. جاي ندور الشهرة لأني شاعر. توصل رسالة هذه. الشعر رسالة. نعم. أيوة طيب قل من كذا من بدري. جزاك الله خير. طيب إيش عندك غير، إيش عندك غير الشعر، إيش عندك غير الشعر؟ والله عندي شخصية جميلة، أنا أحب شخصيتي وأحب عفويتي، وأحيانا من تصرفاتي أرجع أضحك من نفسي، يعني من تصرفي ذا. تضحك على نفسك؟ ما اضحك على نفسي. انت تقول اقول اضحك من تصرفي ومن نفسي. انا قاعد اضحك عليك. هي كلها تضحك علي. اي انت تقول انا عايم في نفسي. ابتسامتك جميله وانا ما اشوفها. انت تقول انا عايم في نفسي واضحك بعض الاحيان. من تصرف يا اخي، احب عفويتي والناس حبوها مني طبعا.
ما جوني وقدموني إلا أنا عندي شيء يستاهل. غرور ولا ثقة؟ للأمانة بقول لك شيء يمكن الجميع ما يعرفه، أنا إنسان رغم الكلام اللي قلته أنا ما أثق كلام اللي قلته أنت ولا أنا؟ لا أنا. إيه أشوى. لأن كلامك عاد أنت تكلم عن نفسك. إيه زين أشوى. رغم الكلام الكلام اللي قلته قبل شوي عن الشعر أنا لا أثق في نفسي كشعر، لكن الجميع واثق فيني قدموني. الجميع يثق فيك؟ إيه والله. والله ما لقيت لي معارض. تحلف بعد. تحلف. هذا من فضل الله الحمد لله الحمد لله والله العظيم أنا أقول. من الجميع من الجميع اللي تقصده؟ كل اللي سمع لي كأي واحد سمع لي. أي واحد سمعك يثق فيك شعرا؟ والله وثق فيني وقدموني والحمد لله أنا والله أني راضي عن. حتى اللي ما يفهم بالشعر. سم. حتى اللي ما يفهم بالشعر. كيف اللي ما يفهم عن الشعر؟ أنت تقول الجميع. قدمني ما مستحيل. أنت قبل 30 ثانية تقول الجميع يثق في نايف. وهل أصابع يدك سوى كلها؟ طيب أنا سألت قلت خصص قلت أنت الجميع وتحلف بالله الجميع قدمني واثق من هالشيء عقلياتك. وأنت الحين أصابع تقول أصابع يدك ما يسوى قبل شوي طيب. تقول الجميع والحين. طيب الجميع وشنهم مختلفين أكيد. حصلت على إجابة اللي أنا أبغاها خلاص. حلو. نايف خاطب الكاميرا يسمح لك الآن للمرة الأولى والمرة الأخيرة اقطع وعد للجمهور يلتزم فيه نايف طالما هو في البرنامج. إلى الجمهور. نعم. إلى الجماهير. جدا واثق فيكم. إلى الجماهير جدا واثق فيكم والله والله لولا. أعطيك عصفر. دقيقة الله يخليك لي توها مركبها. القصايد تركيب. لولا الجماهير لولا الجماهير. إلى الجماهير جدا واثق فيكم. والله ما لي غنى عن دعمكم. إلى الجماهير جدا واثق فيكم والله ما لي غنى عن دعمكم مرة وإن كان هب الشعر والله لارضيكم وأنا اعتيبي من العارض إلى الحر صفكوا ونعم عليك زود الله يطول لي بعمرك نايف. ما بطى السيل اللي من كبره سم يمكن السيل يغادر بكرة. طيب الحمد لله على كل حال. إيه أحب الابتسامة هذه جاني ما خلابك. إيه جميلة نايف. أنت لبي. تعلم أن التصويت هنا. نزل أمس في حساب القناة صحيح 40% على الجمهور صحيح و 40% على اللجنة و 20% على الخصومات يعني صح. 60% في يد نايف 40 أو 60 كلها تعتبر في كلها ما قدمته في هذا المنتجع بإذن الله. هل أعددت خطة لذلك؟ وهل ترى أنك قدمت خلال الخمسة أيام الماضية ما يرضي الجماهير أن يدعمونك؟ طيب سؤال جميل جدا. للأمانة بفصلها تفصيل. أنا أول يومين لم أكن حاضر ذهنيا يمكن طلع لي قصيدة أو قصيدتين أو مشاركتين لأني كان قل نوم وظروفي برا كنت أرتب إلى الحدث الأكبر. المهم لي ثلاث أيام الحمد لله راضي عن نفسي تمام الرضا قلت 17 قصيدة بس ما أدري كم طلع. كلمة الختامية لك يا نايف ولأصدقائك المتسابقين معك. الكلمة الأولى اللي أنا أثق في نفسي جدا وجاي وعندي طموح وحلم منذ الصغر حاس إني بوصل لشيء أنا أتمناه وبإذن الله إني ما وقفت إلا نقدها. كلمة لأخوياي أنا حزين للستة سواء كنت معهم أو لا والذي نفسي بيده إني على مشاهدتي البرامج الواقعية ما شفت تكاتف زي كذا 30 رجل على قلب رجل واحد ما شوف فيهم خسران حتى الستة نجوم اللي بيطلعون كلهم نجوم سواء أخذوهم من يعني عدد كبير إلى 30 شيء جميل جدا حتى لو أنا منهم أنا نجم والخمسة الباقيين